السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا يختلف اثنان على أن تطبيق كين ماستر لتعديل الفيديوهات أو العمل المونتاج للفيديوهات يعد أفضل تطبيق على الإطلاق، نظرا للخيارات الكثيرة التي يقدمها هذا التطبيق والتي لا يمكن أن تجدها في تطبيقات أخرى لعمل الفيديوهات أو للعمل مونتاج للفيديوهات مثل فيلمورا أو موفي ميكر إلى آخره، كما ترون في الشاشة الآن. إذن تطبيق كين ماستر يوفر عديد من الخيارات التي لن تجدها في تطبيقات أخرى، مثلا على سبيل المثال موفي ميكر لا يمكنك أن تركب صورا أو تدخل صورا على الفيديو الذي تقوم بإنجازه، هذا على سبيل المثال. أو لنتحدث عن فيلمورا، هو أيضا يتوفر على علامة التطبيق في آخر الفيديو، يعني يصبح هذا شيئا مزعجا بعض الشيء. كين ماستر يعد التطبيق الأفضل كما قلت، لكنه أيضا أظن أن هذا المشكل يواجه العديد من مستخدمي هذا التطبيق، هو أنه يتواجد في كل فيديو عملته عن طريق هذا التطبيق يتواجد فيه علامة التطبيق Made with كين ماستر، مثل ما ستشاهدون في هذا الفيديو والذي عملته أنا شخصيا. إذن ترون في أعلى الفيديو يتواجد هناك علامة Made with كين ماستر، إذن هذا يسمى الووتر مارك أو العلامة المائية توجد في التطبيق، شيء يزعج قليلا. إذن في هذا الفيديو سنرى الطريقة المثلى للتخلص من هذا الشيء المزعج، أو لا اسم هذا التطبيق الذي يتواجد على الفيديوهات بعد تعديلها وبعد إعدادها وبعد عمل مجهود كبير، فذلك يزعج شيئا ما. إذن ابقوا معنا لآخر هذا الفيديو حتى تتعرفوا على الطريقة المثلى للتخلص من هذا المشكل. إذن كما قلنا في بداية هذا الفيديو، يبقى كين ماستر هو أحسن تطبيق في مجال تعديل الفيديوهات أو عمل المونتاج للفيديوهات، لكن يوجد هناك مشكل، وهو مشكل تواجد العلامة التجارية لهذا التطبيق أو Made with كين ماستر كما أريتكم في بدء الفيديو، أو الووتر مارك الخاصة بهذا التطبيق. إذن كيفية التخلص من هذا المشكل ستجدونها في هذا الفيديو إن شاء الله، ابقوا معنا حتى آخر هذا الفيديو. ولكن قبل البدء، المرجو فضلا وتكرما منكم الضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس التنبيه لكي يصلكم أي جديد على هذه القناة التثقيفية إن شاء الله. إذن أيها المشاهدون، أول شيء يجب فعله لكي نتخلص من هذا المشكل هو إزالة النسخة القديمة التي تتوفرون عليها من كين ماستر في هواتفكم. إذن أول شيء يجب إزالة النسخة القديمة من الهاتف وتنزيل النسخة الحديثة التي تمكنكم من تعديل الفيديوهات دون تواجد علامة التطبيق أثناء مشاهدة الفيديو، والرابط تحميل النسخة الحديثة ستجدونها في صندوق الوصف المصاحب لهذا الفيديو إن شاء الله. إذن حتى نفهم كيف تعمل هذه النسخة سأريكم كيف تعمل، لأنني سبق لي أن نزلت النسخة الحديثة التي لا تتوفر على علامة الكين ماستر في تعديل الفيديوهات. إذن لنرى كيف تعمل هذه النسخة، ابقوا معنا. إذن بعد تنزيل النسخة الحديثة يمكنكم الولوج إليها وسترون كيف يتم تعديل الفيديو بدون ذلك الإشكال. إذا نختار Empty Project، يعني مشروع جديد نبدأ في العمل عليه، نختار أي فيديو، مثلا نأخذ هذا الفيديو، قمنا باختيار هذا الفيديو مثلا. إذا سترون بأنه يتوفر على جميع
الخيارات والبدائل التي تجدونها في النسخة القديمة، مثل تنزيل الصور على الفيديوهات أو الكتابة تكست أو الهاند رايتنج، كتابة باليد، التأثيرات، الصوت، يمكنكم إضافة موسيقى إلى آخره. إذا جميع الإمكانيات التي كنا نراها في النسخة القديمة نجدها في هذه النسخة الحديثة دون التعرض لذلك الإشكال. إذا هذا فيديو مثلا سنعتبر نفسنا بأننا أقمنا بعض التعديلات على هذا الفيديو حتى نعرف كيف تعمل هذه النسخة. إذا فرضا بأننا انتهينا من تعديل هذا الفيديو، سنقوم بحفظه دائما مثل الفيديو القديم أو النسخة القديمة. إذا تذهبون إلى شير هنا وستجدون Save Video to Gallery، سنقوم بحفظ الفيديو. هنا يمكنكم اختيار جودة الفيديو، إما Full HD يعني جودة عالية جدا، أو High Definition جودة جيدة أو عالية، Medium Quality يعني جودة متوسطة. يمكنكم اختيار أي واحد من هذه، سنختار Medium Quality لربح الوقت. إذن كما ترون يقوم بحفظ الفيديو، وذلك ستجدونه في الجاليري الخاصة بكم أو ملفات الشخصية من صور أو موسيقى أو فيديوهات إلى آخره. إذن كما ترون يقوم البرنامج الآن بحفظ الفيديو بعد تعديله، وسترون النتيجة النهائية بعد قليل حتى تتأكدوا بأن النسخة الجديدة تعمل بشكل جيد وبدون ذلك المشكل الذي فعلا يزعج كل من يريد تعديل الفيديوهات والذين يريدون مشاهدة ورؤية فيديوهاتهم بدون تلك العلامة المزعجة. إذا قارب الفيديو على الانتهاء كما ترون، أيضا سرعة معقولة في حفظ الفيديوهات، لا يتأخر كثيرا. نعمل أوكي. إذا لنرى كيف تم حفظ الفيديو، سنرى بعد قليل. عذرا، إذا هو الفيديو الذي قمنا بتعديله. كما ترون لا توجد أي علامة خاصة بكين ماستر، الفيديو خالي تماما من أي علامة إشهارية أو تجارية لأي تطبيق كان. إذا كما رأيتم النسخة الجديدة تعمل بشكل جيد ولا يمكنكم المعاناة من هذا المشكل. إن أعجبكم الفيديو المرجو الاشتراك في القناة، ولا تبخلوا علينا بزر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة. دمتم على محبة.